صحيح. هل الكلمة هذه اللي أنت أطلقتها كنت مخطط فعلا له؟ يعني مثلا خلينا نقول في كتابة سيناريو أحيانا يضرب، صناعة محتوى الآن، أي يعني كصناعة محتوى في ناس تكتبه وفعلا يضرب ونشوف كثير ما شاء الله يقدمون القنوات يا أخي تصنع محتوى ويكتب وكل شيء بالنهاية يطلع واقعي وشفنا قنوات كثير. هل الكلمة هذه كنت معد له مثل الشيء هذا ولا فعلا كانت انطلاقة كذا طلعت وبس؟ لا هي طلعت من معاناة الحقيقة، لأن أنا بعد تقريبا فصلشته كله بعد ما انتهيت فصل، أنا أخذت 7 شهور عشان أيام كان الحجر ومقفل المطارات، أخذت 7 شهور داخل المملكة، لف داخل المملكة وأصور بما أنه برنامج سناب شات لأن هو وسيلة التواصل بيني وبين الناس، فصار يعلقون الناس على كل شيء. يوم أنت فصلشته خلاص وقفلت العزبة كنت جامع الكلمات اللي كان الناس مو ينتقدون كانوا يتدخلون في حياتي. يعني بعض الناس يحب يأكل شيء يبغاك تجرب زي أنت جامع هذه أبو عمر جامعها في خلفية لا الأشياء اللي بس إني لما تكلمت كانت عفوية جدا، قلت شوفوا أنا اليوم قفلت لكن ترى في أشياء كانت تزعجني ولا أنا بردها على الجميع. يا سلام كان يزعجني إني كنت أسوي كذا يقولوا لي سوي كذا، إذا طبخت الشيء فلاني قال أطبخ الشيء فلاني ولا جرب الشيء. طيب انت عشت تجربه، انا من حقي اعيش تجربه بعد، انا ابغى اعيش تجربه مثلك، اذا انت عشت تجارب تركني استمتع. تقدر تعيد العبارات لنا ابو عمر؟ اي كنت انا شوف على فكره بالمناسبه انا قلت لا تقتل المتعه في السناب وضربت وليومك هذا ما عدتها في السناب نهائي. ما تقدر تعيدها الان؟ ما عدتها نهائي في السناب، ما حبيت استغلها لدرجه ان قال لي محامي سجلها، قلت له ما ابغى اسجلها، لو سجلتها ماتت، سجلها حقوق فكريه، قلت الناس تتداولها الان لدرجة صار يكتبونها على الملابس وينشرونها. أيه. أنا مقتنع أنها علاج للمجتمع وحكمة بتمشي السنين الله. كلها خلي الناس تستفيد منها لدرجة إن فيه متاجر استفادت منها كتبوها على التيشيرت حتى صورتك اسمح لي أتكلم بلسانك. اتفضل. غير الكلام اللي أنت قلته ليست هي محتواي أنا، محتواي اللي كنت أقدمه هو اللي كنت أقدمه قبل أشتهر. صحيح. هو اللي استمر عليها الآن. يعني تخيل الكلمة ما قالها غير ما قالها وما زال العدد واقع لنا عيد. المشاهدين قاعدين يزودون عندك. صحيح. المتابعين قاعدين يزودون، معناته المحتوى هو الأهم. أما أنك تقدر تردد كلمة الناس أعجبوها. تخيل أن أنشودة ضربت معك أو شيء ضربت. إيه. تزين السنة الجاية واحدة ثانية نفس اللحن. ليش؟ ضربت الأولى بس غير الكلمات. ولا أنت أضرب الثانية. ما راح تضرب. ما راح تضرب صحيح. يعني. هي نفسها. أنا لا تقتل المتعة المسلم جت في وقت الكل كان يبي يدور. الناس كانت تعاني. الناس كانت كلها تعاني. كان هو أسلوب حياة. صح. أسلوب حياتك مو ودك أحد يتدخل فيه. صح. إضافة لهذا شوف الكلمة الحقيقة أنها وصلتني للإعلام. يعني الإعلام كان يعني شوي يظالم القسم السياحي، احنا تخصصنا سياحة وسفر بحكم اننا انا كنت معروف في وسط السياحة والسفر وجهي مألوف لان انتشر لي مقاطع بعضها يا مقاطع عن السفر او مقاطع يعني فكاهية وكذا كلها في حدود الأدم فضل الله سبحانه وتعالى. فبذلك لما جاء المقطع رجعوا لحساباتي في تويتر في اليوتيوب وكذا فانتشرت. ولا انسى معالي المستشار تركي آل الشيخ هو اللي يعني سوى لي دعايه بشكل قوي. صحيح. جدا. صحيح. الله يجزاه خير لما حط المقطع حقي وكتب عليه مطلوب كان باب الفكاهه فانتشر بشكل عجيب خاصه في تويتر حتى الاضافات في تويتر يعني احب امسي عليه والله يعطيه العافيه. طيب. على ذلك مقوله لا تقتل المتعه طلعت في نفس اليوم اللي ابوي دعا لي فيه لاني كنت معه في المستشفى الله أكبر. وكان راح يسوي عمليه سحب مياه بيضاء يقدر يسوق يقدر يروح يجي رحت معه قال ترى العمليه بسيطه قلت له اذا هذا موقفي اذا ما وقفت اليوم رفع يدينه وطالع من العمليه يا رب سبحان الله العصر سنبت ضربت شوف دعوه سبحان الله سواء الوالد والده هي ابواب جنه ولا دائما يعني انا من الناس اللي ما احب اسنب واقول سووا كذا سووا لامكم كذا لا خلاص انا طالع انا والده الناس متبرمجه تلقائيا يروح ياخذ امه ويطلع